السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عايز اقول لك بس حاجة كده يا سيد. قل قل قل. انا اسمي عبد. اسمك ماذا؟ اسمي عبد الرحمن. عبد الرحمن، عبد الرحمن، مالك يا عبد الرحمن؟ انا بحس نفسي اني منافق لان انا بعمل حاجات كثيرة. ما وجه النفاق الذي بك؟ تعد وتخلف؟ انا لا، او ترأي الناس بعملك؟ انا اقول لك دلوقتي يا سيدنا انا بعمل ايه. انا مثلا بسمع اغاني والسلسلات، وبسمع الشيخ مصطفى العدوي، وبحفظ قران، وبصلي الخمس فروض، وحياتي ماشيه كده. يعني تسمع دينا، تسمع علما شرعيا، وتصلي وتعصي ربك بسماع الأغاني والاطلاع على المسلسلات، خلطت عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليك. قاوم واجتهد كي تبتعد عن المعاصي وتثقل صحيفة حسناتك. ما المشكلة وبستغفر ربنا. هل يرضيك أن تكون من أصحاب الأعراف الذين وقفوا على جبال بين الجنة والنار ينتظرون قضاء الله فيهم؟ لا. خلاص اجتهد، ثقل ميزان حسناتك. يا سيدي. نعم. المشكلة الواحد يعني مش عارف يسيب المعصية وبرضه بيعمل طاعات. ما خلاص يعني اجتهد انك تقلل من المعاصي وتكثر من الطاعات.